بصوا بقى يا جماعة، هديتي الحلوة عشان رمضان. انتوا عارفين كل سنة انا بيجيبولي هدية للمطبخ، تمام؟ كل سنة بتجيلي هدية للمطبخ، اي حاجة بقى، طقم حلل، طقم مواعين، اي حاجة، اي حاجة يعني للمطبخ. انا فعلا كنت محتاجة خلاط، خلاط قوي، لان كان عندي اتنين، واحد اتكسر والتاني ضعيف جدا، مش بيضرب التلج يعني بيعصبني شوية، تمام؟ ديت المطحنة للقهوة وكده. بصوا دي كمان للبسكت والحاجات دي كلها اللي هي شوية معقدة. جميل. انا وانا بفتح كنت بقول لكم كده، مش عارفة كنت بفتكرها عجانة، فهمت غلط تقريبا، ما علينا. المهم انا دلوقتي بوضح لكم. والخلاط بقى بصوا جماله ما شاء الله تبارك الرحمن، 200 في سرعات اضعف واضعف واضعف. اللي كان عندي قبل كده واحد فليبس وواحد برضو باناسونيك، بس ده باناسونيك ده جميل جدا على فكرة، قوي، تمام. بصوا اليد بتاعته، الكبس بتاعه عشان يبقى محكوم، ومن هنا برضو ما شاء الله كده، وافتحه يعني لازم اضغط بعدين افتح، فاهمين يعني كده، عشان بقى مسوي بايد واحده. خلاص صابوني اهو، شايفين ده يعني اقصد الاسود ده، ده الاطار 200 عشان الكبس بتاعه اللوك يكون 200. ساعته لتر ونص ولا لتر، تمام. بس الباور بتاعه معقول، مش وحش يعني، القوة بتاعته اهو، تمام. ودي هديتي يا جماعة، هحط لكم بقى دلوقتي واحنا بنفتحها. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، وكلكم تروحوا تجيبوا لامهاتكم هدايا. انا دي هدية، بصوا حبيبي ليا، كلكم تروحوا تجيبوا هدية ليكوا. انت روح هات لمراتك هدية، اختك روحي هاتي لاختك هدية، اخوك يروح هات لاخواتك البنات هدية. فرحوا بعض، الاب والام موجودين، فرحوا بناتكم في بيوتهم، هات لهم هدايا. كلكم لازم تجيبوا حتى لو حاجة بسيطة في رمضان. مفيش حاجة اسمها مفيش، في حاجة اسمها اونلاين بيوصل لغاية عندكم، تمام. يلا كل سنة وانتم طيبين. شوفوا بنات، حبوتي بابانا جايب لنا هدية، جايب لي هدية عشان رمضان، عشان الخلاط بتاعي خربان، انتوا عارفين انه انكسر، كل ما ابقى عايزه اجيب اكسر. لقيت دلوقتي جايبهولي هديه رمضان، كل سنه بنجيب لي حاجه للمطبخ، فعجب لي دلوقتي ده. يلا نفتح مع بعض. عشان وقت الفيديو هفتح وارجع لكم. يلا افتح كده. يلا واو، الله، واو، شوفوا ايه، خطير خطير خطير. ايه وطبعا معاه شفشق بتاعه وازاز، بس هم حاطين دول التحفه فعلا. يعني انا كنت بصراحه كل محتاجه خلاط، بس بعد ما شفت الحاج دول مت عليه اكتر. شوفوا، لا صراحه فرحانه في. ايوه 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 ايوه، شوفوا ما شاء الله متين، شوفوا غطاء ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا كلكم قولوا لي مبروك. شوفوا شوفوا شوفوا، عشان واحد يبدع في عصاير رمضان ما شاء الله. والسرعات بتاعته، ده يا جماعه الباناسونيك الاصلي اوريجينال. شوفوا الحته دي ما شاء الله تقال. المهم بقى يا جماعه ان هو دي عده استعمالات. طبعا في ميزه ان هو بيكسر التلج، يعني مش ضعيف، لا يستحمل ان يكسر لك التلج. ودي انا اهم حاجه عندي دايما في الـ في الـ
في الخلطات، يعني بقول لكم اللي عندي ضعيف غبي، لان ما كانش بيكسر زي الاولين اللي كنت بعمل فيه معاكم العصاير. ده كان بسم الله ما شاء الله يكسر التلج يجرش وجرش، عشان بعمل موكات وحاجات من دي بتاعه ستاربكس في البيت، فكان بيبقى محتاجه حاجه تكسر لي التلج. وبيعمل طحن التوابل، طحن المكونات اللي هي الرطبه زي الحمص، الطحينه اللي هي الحاجات اللي هي دي، العدس، الكلام ده كله، وكمان القهوه. وفيها الثانيه دي اللي هي الحديد برضو، الثانيه دي للسلطات وتقطيع الخضار والحاجات دي كلها بالكامل، وخلاط طبعا والعصاير، ويعمل يعصرك حليب جوز الهند، يضرب البيض. المهم ان هو ليه معتادات حاجات كتير قوي زي ما انتم شايفين كده برضو في الكتالوج. انا بصور لكم الوصفات ديت لما حطيتها في الكتيب، علشان لو حد يعني لفت نظر وصفه ويعملها. انا عاوز اقول لكم في وصفات كتيره، فالكتيب كبير فاهميني، فصورت لكم بس كام وصفه بس كده. يلا واضغطوا لايك وقولوا لي مبروك يا ام عبودي على هديه الجميله البسيطه ديت. وكل سنه وانتم طيبين، يا رب يكون شهر خير وسعاده عليكم. وبصوا ده شهر عباده، شهر رمضان، شهر صيام وصوم. ما تفكروش بس ان انا بعمل متلجات وتجهيزات وكده، لا، انا ما بعمل معاكم حلقات التجهيزات يا بنات، علشان تخلوا وقت رمضان يكون وقته كله للصوم، للصلاه، للعباده، يبقى ليكي انتي لمسابقات، مين هيخلص القران الاول، مين هيحفظ الايه ديت الاول، فتكوني انتي مشاركه مع بقيه اسرتك في البيت في كل الحاجات الدينيه دي. ما يبقاش طول يومك في المطبخ، لا، يبقى انت كده سهلتي على نفسك دلوقتي، تخلي شهر العباده يكون للعباده. تصحي قبل الفطار بساعه ساعتين، تدخلي المطبخ تك 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 تعملي كل اكلك بس كده. كل سنه طيبين. انزلوا بسرعه بقى اضغطوا لايك وسبسكرايب من الصندوق الاحمر اللي فيه كلمه اشتراك، فعلوا الجرس عشان هتستنوني في وصفات كتير جميله.